الرقمنه بدينا فيها من 2010 وحنا نديروا فيها. دونك هذا ستكون مواصله استعمال الرقمنه. عمليه دي فيديو تفسر للمواطن كيف يصل الى التلفزه الرقميه. والمواطن يبحث عندما يتفرج في التلفزيون، يبحث عن الأريحية في عندما يتفرج. إذا عندما ينتقل للتلفزة الرقمية يكون عنده لو بوكي، اون سيل ستاسيون تكون عندها ان بوكي فيه ست قنوات الوطنية، وكذلك عنده صورة جيدة، عنده تقنيات أخرى وخدمات تي ان تي. إن شاء الله راح تقوم الجزائر والمؤسسة البث بأنها تجيبها للمواطن.